متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. لكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. إذن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة هذا اليوم بالمقارنة مع ما كانت عليه خلال الأيام الماضية، لكن الأجواء مستقرة إجمالا في أغلب المناطق. تسجل درجة حرارة اليوم في العاصمة الرياض 22 درجة مئوية والأجواء صافية بوجه عام. استعراض سريع درجات حرارة العظمى متوقع اليوم والصغرى الليلة القادمة. نبدأها شمالا من محافظة تبوك 21.8، سكاكا وعرعر في ساعات النهار 20، ليلا في سكاكا 6، في عرعر 5 درجات مئوية. غربا في المدينة المنورة 27 إلى 17، مكة المكرمة 32 إلى 19، الطائف 25 إلى 14، وفي جدة من 29 إلى 20 درجة مئوية. جنوبا في جازان 28 23، أبها 22 10، والباحة 18 إلى 13 درجة مئوية. وفي الشرق الإحساء 23 9، الدمام 22 10، وحفر باطة من 20 إلى 8 درجات مئوية. في الرياض 22 11، بريدة 21 8، وفي حائل من 21 إلى 9 درجات مئوية. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة. أتمنى لكم جميعا متابعينا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.